اهلا بكم من جديد متابعينا ومشاهدينا وين ما كنتوا. تعودتوا من خلال كل يوم خميس انه نحن بنجلف لواحده من المناطق الجميله جدا، المنطقه الشعريه اللي بتتميز بها شعر المسادير والدوبات والرباعيات والاخوانيات وغيرها من التفاصيل الجميله جدا للدوبات وللشعر ده، واللي اكيد عنده مساحته في وجدان قاعده كبيره جدا من الشعب السوداني واللي بيحبوه جدا. انا والله عاوز اشكر شكر خاص للباحث احمد ابراهيم احمد يونس واسرته الكريمه في قرية العمارة كرم الله، لأنه يعني دائما هم بيتحفون بمجموعة من التفاصيل المميزة جدا. وخلينا نشكر برضو كل الشعراء اللي كانوا موجودين معنا من خلال يوم الخميس واللي أثروا مساحات ظلال الأصيل بدوبات وبينمو بتفاصيل جميلة شديدة. اللي حنمشي لأرض الكبابيش والجزيرة. مرحبا بك كثير عباس ودلي عيسر، حبابكم أهلا بك دون فرز بتواصل الإعلام، ومرحب بالشروق التيم راقي تمام. السودان جنوب وشمال وغرب وأمام، من ود العيسر لكم ألف سلام. يا سلام يا سلام، ده شكله قطع أخضر إن شاء الله. يا سلام، جميل والله، أهلا وسهلا بك يا أخي وحبابك معنا الليلة. تسلم والله، ندينا كأس العالم برضو ربعين حيوم بها، وبنقول لها نحن شعرنا ما بنقوله من كالراس، بنقوله نتم معاني من الراس، الفرح قلوبنا وحرك الإحساس فوز المغرب البقى للعرب نبراس. يا سلام يا سلام، ونخش الغومي طبعا. طيب احنا حناخد مع واحده من النصوص الجميله جدا. القومي طبعا معروف انه هو الرباعيات المتقاربه دي بصوره عام المقاطعه دي، وبتدينا يعني نوع مختلف وتفاصيل مختلفه. نعم، تدينا اول نص كده كمدخل من القومي. نحن نفديك يا وطن وبيك نتحدى الكباير، وبرضه ثابتين زي جبالك للعميل لو جانا جاير، فيك نير رابط المداين وفيك خيرات البشاير، وفيك جيشنا في الحدود ما بخلي طير لو جانا طاير، الحصة دوشكا وأربجي الحصة ما جبن وسجاير، يوم سلاحنا النار دور العدو تكبت خسائر. تحية لغوات الشعب المسلم. يعني خلينا نمشي معاك للكبابيش. وعباس ود العيسر ما يبني منطقة واحدة. نعم، يعني ما بين جبرة الشيخ وما بين العزازي كان في كثير من الصولات والجولات والله. نعم والله، أنا من أبناء شمال كردفان وترحت في ولاية الجزيرة، يعني جيت في سن المراهقة للجزيرة. والله بعتبر كل ولاية السودان ولايتي والله. أثرت فيك أكثر منه؟ كل ولاية السودان ما أثرت فيه والله، وكل الشعب السوداني. جميل، لكن كان عندها تأثير عميق فيك يا عباس، بحيث أنه أنت كتبت واحد من المسادير الطويلة شديدة اللي كانت ما بين كردفان والجزيرة، يعني بديتها من الجزيرة أعتقد ومشيت لحد كردفان. كده احكي لنا قصتها، قصة المسادير. قصتها أصلا كنت مسافر ثالث يوم في عيد الضحية بعربية، ومشيت شمال كردفان وجيت بولاية النيل الأبيض، وحصل عربيتي تعطلت في الشارع، حصل لي موقف ولقيت ناس يعني كرام جد والله ما فيهم كلمة. يلا ده سوى كتبت فيه المصدر. طيب ما تقول لنا منه. بقول مهند فتو، طبعا مهند ده صغرت في الليل، بقول مهند فتو فيه تحت الكريم والسيد وجو ونغيم، ويوم الثالثة من العيد راكبه كل ما تدوس الا بنصب زيد، بشفر عاد ما تسمح في لساتك وهويد، ودحنا اسم مهند وقوم مسافر توي بصناحه الخواجات المربط قوي، بالسكيب اشوف كفرات مرت هوي، يلقي الليز بلد كرم السراج بضوي، أبغنيه جيت أباريها العياج مخوي، جيت القوز بغير في التروس وبسوي سويت في زلط شغل العبات شجو، قم من العبور بتوجه التفتيش وبسمع عاد مبرطم زي موسيقى الجيش، الخزان قطحته مشغل في كنديش، مسجون بنقو هارب وعنده بصمات فيش، عقبت القيعة ما تقول لي ماشي الجيش ما بطير النعم لكن دعاية الريش. مشروع كردفان جاته الحديدة ترحي والقوس شايفه من نفخ الكتينة مقحي، جدحت المندرا ويسار وصويت صحرة هذا النوم، وجيت رافع القزاز متلح في عدة سدر في عاد مواخد نحي، جيت بالي الخلاوي بالذكر بالصحب اللامبيرو كل ما سانا ياخذ زحي، والجبريل وصل بيته لقيته مضحي جبرة الشيخ طبعا مرق، قال لي حرمت السريح لا جوا اخوي في الكرم شبعان شهامه و مرارة وشيء يطابق صحوني نسوى مين عزاني عزن فاتح دود الخور، بقدي الفوق نمتين النهار اللاح صلينا ومرقنا وقلنا يا فتاح، لفينا الزرع بكرعنا غرب وصباح علامات الحدود ما فيها واحدة، لما نجينا صادين للعرب مروح ضبح لي الثاني قال لي دي الكرامة الصح. أخوي الحاكم وجود والكرم مسبوط وما نوع البصر وشه بدنقريه، دخل في عصمة قال غير دي ما بتفوت بأهدك
إلا كان يفرقني منه الموت. أخوي الخير وفوق كل الخلائق شتى قلت له معاي شروط ناس والوعد يوم ستة. درحت حزامي في السرعة قبل ما ستة عصرا بدري جيت ناس المجمع ريت. قم من المجمع واتجهت صباح عبرت الباية بسرعة وتعاشيك صاح. جيت القوز قلت ود موسى جيت مرتاح سمحت كتين تدك كرت مع المفتاح. مسكت سيكة من ود الكنوز مصبح لاقاني الصبيح على الوش ما متقبح. الليل كله فوق مصلايط شايل السبح معجي الراعي للدفان اياض الضبي. بيد عنده ود عمر الموفر زاد. صليت الصبح سلمت جوني حفاد. كل واحد طبق سيرمس مع براد وقال له تنية والخير راجي من اجداد وقال ما تفطروا ما فيز ولا شوف مجهاد. ثمانية ونص وخمسة ثواني جانا فطور وعليه بالقطرة في صدام تكل البابور. جا الرجل انطشى قال المجمع نور وقال لي تكل هسه قد ايه بنزول. بيقضي فوقنا ودل في المحاسات شاطر نمن فتناه ما خلينا مجبور خاطر. بخدمة حفاية والقداح بيجي متقاطر كرمه مسألة قبل بسحابة ماطر. جينا الرابعة الدويم طبعا لاقوني الحميدة صفاته نقرت الباب وجوني حفاية بيب الهداد. أهل الباسطون الناس أنا عزيزي صفاتنا أخلوك تحس أنك غريب بيناتهم. أهل الباسطون وإذا جدود عساف شوب بعيني ضيف شاله في الأكتاف. شافيحكم بصد المية ما رجاف كرمكم نيتو إبليس منه ذاته بخاف. مجانين عركة اليوم بسلاح انكرر يتو بتخمشوا الجمرة وتلوك المرة. القريش اللي بيسافروا لهم قبائل برا حرمي عندكم ما بسايم زغال ذرة. مجانين انا علم في الدولة رافعين راية اساس مصبة ثابت بكمر ما زواي. حضارة طاشة بالصيل الشذر حناية التياني مال الكوم يمرقوا هدايا. داير طبعا جدا. قطعت الكوبري متوجه على الصينية. وجيت بسرعة العبط المطار دخشيل في بلد الفريق عبود عبر باكرية 24 قريش طبعا. العزاز خشيت وشريف شاهية واقف نص ساعة تقسم العربية واقف نص ساعة تقسم العربية كده الرحلة مشت شمال كردفان كده الرحلة مشينا معاك الرحلة كلها واستمتعنا بها صراحة يعني يا ود العسر. تسلم والله. انت ذكرت انه مهند ولدك. نعم. وعندك برضو واحد من اولادك انت دخلته معاك رغم انه مهند في سن صغيرة فعايزين نقول هذا الشبل من ذاك الأسد يعني ود العسر. هو كان من أول ما كتب كنت في عمر 10 سنوات. نعم. كلمنا عن الحاجة دي تحديدا وعن ولدك الشال منك الشال الراية إبراهيم اللي هو مولود 1995 من 18 شهر 2 بالشهادة الميلادية. إبراهيم ده بدأ الشعر يمكن له حكاية بتاعت 5 6 سنوات أثر بالشعر وبقول الحوار يمكن يكون الحوار الغلب شيخه يعني غلبك هاي. لكن اكيد بيكون شايل منك دي معناها ما شايل مني والله ما شايل لا والله. شايل منك الشعر ملكة نعم هو نعم نعم يعني. لكن شغله الخاص جميل. العطاء الكبير لود العسر يعني والمجموعة الكبيرة من النصوص اللي كتبها والمسادير وغيرها إلى أنه كان ظهورك الإعلامي متأخر يا ود العسر ليه؟ والله أصلا أنا كنت سواق بتاع لواري طبعا ما شغل مجال الشغل ما مخليني أميل للإعلام هو ده السبب كله. في وقت اللواري دي بتكون لقتك كثير من المواقف والله مواقف لك. كثيرة ومشيت كثير ولا السودان كلها لفيتها يعني حاجة بتكون لكن كتب. في كل شعب السودان والله ما لقيت إلا الطيبة والكرم والشهام يا سلام والله دي حاجة كويسة شديد ودلعيسر أنا عاوز أدخل معك في قصة إنه أنت وقت اللواري ما بتوريك كثير من التفاصيل الموجودة في السودان نعم بحاجاتها المختلفة نعم. موقف هزاك شديد وكتبت فيه والله كل الشعب السوداني انا مشيت محله بشوف احلى من الحته اللي مشيت لها عشان كده بقيت بكتب في الغومي. عندك حاجه في موضوع الذهب مصدر الذهب جدا هاي طيب كلمنا عن قصته شنو وقولوا لنا. والله الذهب ده طبعا لاي زول مشى في مشى الذهب لاقى مآسي مشيت ولا ما مشيت وفي ناس اتفاجعت وفي ناس مر عليهم يعني مآسي شديده صحيح. انت مشيت الذهب والله مشيت لكن مشيتي بسيطة يعني ما مشيت كثير يعني عن تجربة المستعرة اللي كتبته هاي طيب نسمع جدا. قال عبرنا الصحراء قطعناها بالأمتار باللاند البيجيك طاير مع الصقار. تاني اخبرنا أما تدسها الأغمار يال بيفتح 8 فيه ودبل أصفار. الليل أصبحنا ودعنا البلد
يا ابامنا قاصدين ناقر التبري وخزاينه في كامل. معايا تلوق وماشيين النفوس مطامنا رحله طويله لسه على الطريق قدام. دوست ابنصيل الصاجه وتكل في زيرو بس محتايم وبشخر من نفخ جنزير. الذهب اللي بيزيد فوق الويزن تقديره كان داخل المحيط نحن بنمر بمصير. شوم الصحراء بس فيها النسيم البارد كثير الخف قلبه منها اصبح شارد. العده اللي بيجيك فيهم دنوف متعارض فيلا تفاجع وتلاقوا هنا المارد. ضربنا الصحراء بزواده كجيك وفسيخ وغايته حظوظنا ما بين حنظله وبطيخ. في الطبق الحيار قلنا بعض السيخ وفين قالوا لنا حصل كوكب المريخ. ضربنا الصحراء لا تلاجه لا ماسوره في الورديه متبادلين لعيبه كوره. الرفع السما وسوى الارض بي زور اللي طموحنا ما اصل النفوس مغرور. البلد الشوم شيطان الذهب ما بيجيله لحسه كوع تشوف فيه المدن كثير. رايين الله يفتح من خزائنه الهيل اول جر غير الكرت 200 كيلو. هناك الصحراء لقيت لي فيها اخوان ولقيت ناس يقسموا جاري في الشريان. حالة الدنيا درجات قالوا للانسان بحسب روحي لو ما قيد قريش ربحان. الحي اصلا ما بيعرف نهايه روحه لكن الفلس كتر عليه يروح. كان جانا العرق شايل السلك في فتوح بنصد لاولادنا كزوه لما لبوا طموح. الحي اصلا ما بيعرف مصيره كتير لكن الفلس كتر عليه الدنيا. خلاف التبري بنشق الجبل ماشيين بالدلمات لقسم الصخره الاثنين. يا مدسر البلد السموم وسفافي داير القلب لقعد المداين جاف. تربطني العزيز وخرت كله خلافي لقيت لي صب حد بين حسني والغزاف. قعدت في الخرطه ساعه واتجهت صعيد طريد عزه وطريد وطني البريد الشديد. ما بتنفع في بلد العمده والدب زيد لكن الفلس قصر علي قيل. بلد العمده والدب زيد طبعا العزاز اخوان. من الخرطه والسايفته قمت مغرب برضه جيت ابيك من نص وقلبي ضرب. شايف ليه بقى قلت اني هنا اجرب قصدي التبري ما قصدي الدمار وتخرب. الزمن اللي قضيته كنت منه بعاني 9 شهور و5 ايام و6 ثواني. ودعناك يا الصخرة معبارا باني منا شفنا مني ما بنعود لك تاني. سعاية راجل الان للمدبل غيرك سعرك غالي بفوق لمن يوم تقديرك. تنوك تملانا بيبر يلي فضلت خيرك دقلوا بعزك ابيك بحديد من غيرك. الان دي بهبش في الرمال وبشلع بخلي وراه عصرات العجاج ميدق الله. مما يشغل اللي نزار وشاشته تولع ما بقي الصميم راسك بخليه مصلي. كلامي قلت فوق الان دي كل حقيقه بيشخر عادن وبيمرق بوراها حريق. ابو نصيق عالي داير نقل ترويقه بيقوم بصدره كل ما تغير التعشيب. جابوك ناس خليل اكرد قبين مقطوع كاتبين فيك حد البنك اللي وقاف ممنوع. بتحفر في الرمال زي حفر ابو الجربوع هنا راقبينك من حمايه المشروع. طبعا انتهت الحلقه. يا سلام. ايش انا اكثر حاجه استوقفتني بعد 9 شهور دي 6 ثواني دي. شكلها كانت مؤثرة شديد معك يا عبد العزيز. والله تأثير شديد. جميل. واحدة من البرامج المهمة شديدة اللي كانت يعني أدت عبد العزيز برضو محطة مهمة في حياته برنامج أنفاس البادية. نعم أنفاس البادية. كان عندك فيه مشاركة. كان عندي مشاركة في 2021 ومشاركة في 2022. جميل. عندك أغاني أو قصائد اتغنت؟ عندي أي. منو الغنى لك؟ غنى لي عبد الله ود البلولة له التحية من هنا. عندي غنوة برضه مديها لسليمان محمد سليمان مهدي من السريحة ولاية الجزيرة. هم من أولادك أبناء كوابيش لكن ساكن الجزيرة. طبعا ما سجلت لسه وغنى لكن ما غناها حفلات لكن ما سجلت لسه. احنا عاوزين رباعية جدا. تقول لنا شو طلبكم؟ طلب طلبكم البريحكم. تقول انت. احنا طلبنا. احنا طلبنا. انت قول الحاجة اللي عاوز تقولها علينا. عزي المال به يميني. كل سوداني عندنا ميزة ما زي الشعوب الثانية. كرطنا المكسح وترجم الإيراني ملكي ويجي يشتيك التاتشيرات في ثواني. دي رباعية طبعا. احنا يا ود العسر دايرين نستفيد من الزمن كله في انه نسمع منك كثير وبعد ذاك ندي مساحات ثانية للحوار. ان دق النحاس برا وكتم بارودنا الموت اللي بشيل الناس بيريدوا جنودنا. نحن الفوق شمال البقعة ما تجدودنا جاهزين سوى للدارين يخشوا حدودنا. سودان عزة وانا حبيت رب الكون بالوان طيف ولا بعد يجيني سلالم. بعد حرق الخدي ومجدرة غردون مع ناس مستر النصران يسووا فينا. جميل. ود العسر من الناس اللي عندهم قضايا
ما شعر بس ولا نصوص ولا مسادير ولا رباعيات ولا دوبيت من غير ما يكون عنده قضايا. واحدة من القضايا المهمة شديدة اللي انت كتبت فيها ويمكن كان عندك فيها وقفات في كل المساحات اللي كانت بتفرد لك، قضية نبذ القبلية بصورة عامة. نعم. وما بتحبها ما بحبها والله، واتمنى من الشعراء كله ني زول يقول شنو على الشعب السوداني عامة. نحن لما نكون اي زول يقول انا وقبيلتي بيكون نحن شتتنا، ما دعينا لريح. مع العلم بأنك أنت ولد السودان كله، وغير أنك زرت السودان كله ولد منطقتين يعني. نعم. وأنا من هنا بقول له أن كلام قبلية أحذر من لسانك، زيل وشرارة فتنة تزرع للوطن في جيل. كل شاعر كتب بجملة وتفصيله حقه يمثل السودان دي كلها هي. يا سلام. حتقول لنا مصدار ولا رباعية؟ حاجة أخيرة أو قبل أخيرة نختم بها بعد كده. معقول انتهى الزمن؟ تخيل، قبل قلنا لك 30 دقيقة قلت لي ليه زمنكم حبة كده. طيب يلا. عز الأخوة خليك عادي دو صنديل ما عنده أخوان جبل ما فيه، مهما تغرك الشيطان غرور يزيد، انظر في المقابر يوم جايبه جديد. إذا ما كنا انتهى يا معنا والله عندي التحايا أهم شيء. أنا حسي داير أقول لك الكلام ده ود العسر، إحنا عندنا مساحة لك تحيي فيها الزول اللي أنت حابب تحييه، وممكن توجه رسائل برضو لكل الناس اللي أنت حابب توجه لهم رسائل شكر أو تقدير أو امتنان. أول حاجة التحية لكم قناة الشروق. شكرا لك الحساب. شكرا لك كل التيم العامل بقناة الشروق، والتحية لأخونا إبراهيم عبد العمار برضو والله، وبحيي عمر عبد الله الفليجة، بحيي محتصم محمد عظيم بالكداريس ريف القطينة، تحية عريضة بتشبهون، وإن شاء الله الناس اللي يكونوا سمعانين يكونوا متابعين البرنامج إن شاء الله، ولأسرتنا الكريمة. وبحيي ناس جوز عوض الله على رأسهم عماد جمعة وصاحبه أبو نبيل لهم التحية. بحيي بلل عبد الله بلل العزاز شمال، وأولاد حاج عبد الله النزير عند النزير والشواف محمد وخضر، ونقول له إن شاء الله عاجل الشفاء عنده عملية، طبعا نتمنى من الله الشفاء العاجل. وبحيي أسرتي الكريمة والزوجة مكة سليمان محمد بريمة. مكة دي ما كتبت لها حاجة يا ودلها؟ والله ما كتبت لها. والأبناء مهند ومحمد والياغوت وإبراهيم، والبنات نهلة وناهد وندى وعباس محمد وشاكل هو مسمى عليه، وعبد الله علي خير الله أسرته الكريمة وزوجته مهدية بخيت، أولاد محمد بخيت بالعزاز حي منير، وكل من ويحيى ود الخليفة بودريبح، ويوسف الخليفة السني بجوز بكم بعوض الله، لكن الآن يغيم بالعزاز إسبيرات الرجل الكريم والله ما حيزا يعني. يا سلام والله نحن بنحييهم. وبحيي كل من يعرف عباس ود العيسر وكل الشعب السوداني. والله نحن بنحييهم يا عباس ود العيسر، وشكرا لك كثير، شكرا لوجودك وشكرا لجمال المساحة دي على قلة زمنها، إلا أنها كانت كثيفة النصوص وكثيفة كاملة الدسم. شكرا لك. تسلم الله يبارك لك التحية.